هنروح دلوقتي لتقرير مع الإعلامي والفنان طارق علام، واللي ارتبط اسمه ببرنامج كلام من ذهب، واللي حقق وقتها نجاح كبير جدا طوال السنوات الماضية. علشان كده قرر الإعلامي طارق علام أنه يقدم جزء جديد من البرنامج، بالإضافة لتقديم فقرات إنسانية وفقرات لذوي الاحتياجات الخاصة. يا ترى إيه اللي طارق علام بيتمناه لمصر في الفترة اللي جاية؟ ويا ترى ناوي يرجع تاني للسينما ولا لأ؟ تعالوا نشوف طارق علام هيقول إيه لكاميرا بالألوان الطبيعية. يمكن في الايام دي ورمضان القادم ان شاء الله يبقى لنا رساله، مش هقول مختلفه، ولكن تاكيد اللي احنا عايشينه، اللي احنا في الشارع المصري، على الرغم ان في بعض الهنات، في بعض الخروج عن القانون، في بعض المظاهرات، بس البلد عايشه، الناس تمام يعني. وده الناس هتشوفه، احنا عملناه السنه اللي فاتت وبناكده السنه دي، ننزل وسط الناس نضحك معاهم ونسال ونعيش مع الناس طيبين. ما بحبش كلمه غلابه، لانه شعبنا ان شاء الله على مشارف، اللي احنا ان شاء الله يعني نبدأ حياة جديدة، نبدأ عصر جديد رمضان الجاي، وإن شاء الله يبقى عندنا برنامج أسبوع إن شاء الله بعد رمضان على طول إن شاء الله. مصر شافت كتير قوي، بس كله فات وهيعدي، ومصر هتبقى حلوة، ومصر بناسها اللي فاهمة، ناسها اللي بيحبوها بجد، ناسها اللي هيستوعبوا إحنا في إيه وكان عندنا إيه والضغوط اللي علينا، والناس اللي عاوزة تهد البلد، وحاجات كتيرة راحت. اللي جاية أحسن لما نحط إيدينا في إيدين بعض، لما نستعين بالعلم، لما الناس تعرف انه عشان احقق حلم ولادي واقدر اعالج ابنائي وامك واختك وابوك، لازم نشتغل، لازم يبقى في عندنا ضمير، لازم يبقى في اخلاص، ولازم قضاء على الفساد، ولازم قضاء على المحسوبيه، لازم حاجات كتير قوي، وده كله عاوز قياده صح، والناس تحس من تحت لفوق. ان شاء الله عندنا فيلم، ربنا يكرم بس، والعمليه تفك شويه كده يعني، ادعي كده، عندنا فيلم اسمه هو ده ان شاء الله.